بدانة الأطفال موضوع جداً مهم، وكتير مهم أنه نضوي على النقاط يلي عم تسبب البدانة عند الأطفال، وكمان الأهم نضوي على النقاط يلي رح تكافح من زيادة الوزن والبدانة عند أطفالنا. اليوم نحكي على كيف ممكن نتجنب زيادة الوزن والبدانة عند أطفالنا بنقاط بتكون جداً سهلة وبسيطة، ممكن كل أفراد العائلة يساهموا بهالموضوع كرمال نحن نقدر نتجنب زيادة الوزن والبدانة عند أطفالنا. رح نبلش بتسوق الصحي من السوبر ماركت. كتير مهم المواد الغذائية اللي منتسوقها من السوبر ماركت تكون صحية قدر الإمكان. أكيد الأطفال بحبوا يتناولوا السكريات والحلويات والعصائر، التوازن والكمية البسيطة هي يلي لح تحسسهم بعدم الحرمان، وكمان تحسسهم أنه هن مو محرومين شيء. لكن كل شيء منتسوق من السوبر ماركت لح يكون العامل الأول بتحديد وزن أطفالنا وصحتهم، لأنه زيادة الوزن والبدانة لح تأثر أيضا على تركيزهم وإدراكهم وتحصيلهم العلمي، وكمان إصابتهم بكتير من الأمراض، منها أمراض السكر والأمراض يلي ممكن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع دهنيات الدم، وكتير من الأمراض اللي هي أثبتت علمياً علاقتها بزيادة الوزن وتوضع الدهون الزائدة عند الأطفال. كرمال هيك بدنا نتسوق تسوق غذائي صحي كرمال نقدر نحضر لهم وجبات صحية، وكمان كل شيء يشوفوه بالبيت والبراد يكون صحي قدر المستطاع. رقم 2، تحضير الطعام بالمنزل. الأم من واجبها تعطي وقت لتحضير طعام صحي وأيضا لتحضير خيارات صحية عند الأطفال. الأم العاملة ممكن تحضر طعام قبل بيوم، والأم يلي بتكون عندها وقت تحضر أكتر تلجأ لأساليب الطبخ الصحي كرمال تحببهم بالأكل الصحي بأشكال صحية بأشكال محببة إلهم وبطعام طيب. والنقطة الثالثة اللي كتير مهمة هو مشاركة الأطفال الطعام. ما نترك الطفل يتناول الطعام وهو عم يلعب بالأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، وهون وقتا ما بيحس على كمية الطعام يلي متناوله. لازم نشاركه ونقعد على طاولة الطعام بشكل مشترك، ونحن نحببه بتناول الخضار والبروتينات والأمور الصحية الأغذية الصحية كرمال نكون قدوة إله. تناول أيضاً وجبة إفطار صحية للطفل حيكون إلى دور كتير كبير بتحديد خياراته الصحية على مدار اليوم. أجريت أبحاث علمية على مجموعة من الأطفال بيتناولوا البيض والبروتينات الصحية بوجبة الفطور، وأيضاً مجموعة من الأطفال ما بيتناولوا وجبة إفطار غنية بالبروتينات الصحية. لقيت الدراسة نتائجها أنه الأطفال يلي بيتناولوا بروتينات صحية وبيض في فترة الصباح عم يكون خياراتهم أكثر صحة على مدار اليوم، وأيضاً تحصيلهم العلمي أكثر صحة. من أسباب زيادة البدانة عند الأطفال أكيد يوجد عوامل جينية يلي نحن منقدر نحد منها قدر المستطاع بأسلوب حياة صحي يحيط الطفل، وأيضاً من عوامل انتشار البدانة هو قلة الحركة وأسلوب حياة خاطئ عند العائلة. كرمال هيك بدنا نقول بشجعكم على ممارسة الرياضة لأولادكم، تشجيلهم بنشاطات رياضية محببة إلهم، كونوا قدوتهم بالرياضة، كونوا قدوتهم بالخيارات الصحية، شجعوهم على شرب كمية مي كافية لأنه الماء بيشعر بالامتلاء، وبالتالي الطفل بيصير بحد من تناول المأكولات اللي ممكن تزيد وزنه. والأسلوب هو جدا مطلوب، أسلوب صحي تحفيزي، وعدم ربط المكافآت بالغذاء، يعني ما نربط مكافأة إذا كان هو عمل تحصيل علمي أو إنجاز جيد ما نربطه بمكافأة غذائية أو مكافأة بالسكر والحلويات، لحتى ما يرتبط المفهوم المكافأة بالغذاء عند الطفل. وبالنهاية بتمنى لأطفالكم
الوزن الصحي والعافية ويضلوا نشيطين ومنتبهين أكيد لوزنهم، ويومكم سعيد.